الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكريم، في الحقيقة هذه ماشي مفاجأة صغيرة، مفاجأة كبيرة. انتظر أن من يتصل بي الطلبة وقالي يجي، إذا أنا وكيلة غير الطالبات اللي غادي يديروا هذا الحفل وتكريم من المرأة، ولكن بحقيقة ملكة الذكور والإناث. بحقيقة هذا إن عبر على شيء فإن عبر على الكثير. الله سبحانه وتعالى كرم المرأة من سبع سماوات، وتنشوف بأن تبارك الله بنات وذكور وإناث تيكرموا المرأة. فبحقيقة هذا ما تدلش على شي حاجة اللي هي بسيطة، وإنما تدل على ثقافتكم وعلى الوعي ديالكم، لأن الأم تبقى دائما أم، الأخت دائما تبقى أخت، البنت تبقى دائما بنت. ولكن الله سبحانه وتعالى ما كرم المرأة، ماشي كرم المرأة عبادة، وإنما يبذل المزايا. ومن هذا المنبر تنادي على كل ابن أو أخ أو زوج، أنه في حقيقة ماشي أنه ينظر هذا اليوم العالمي للمرأة هو تكريم المرأة، وإنما المرأة تكرم في بيتها كل ساعة أو كل دقيقة أو كل ثانية، لأن كل ما صارت كل ما تهرش الأم أو الأخت أو الجدة على هذه الأجيال، ما غنشوف حتى واحد فيكم في هذا المركب، حتى واحد ما لقاوش في هذا المركب، وإنما الإنسان في الحقيقة يدير بعض البصمة ديالته في الحياة إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. وديك الساعة الإنسان تيقول الجنة تحت أقدام الأمهات. نشكر نادي أجيال الجغرافية للبحث والتنمية، وبحق بحثا فإنه بحث له وزن كوزن الجبال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم في الدراسة ديالكم، وإن شاء الله نلقاوكم أساتذة ودكاترة في الكلية. ولأننا كما قال ضحكني الأخ لي دار التقديم، قال لك قال شابة شعرها، وإنما غنجيب العكاز ديالي إن شاء الله ونجي عندكم إن شاء الله ونحضر معكم. Let me see.